سعد سمير، ايه القصص يعني؟ في مواقف ما بينكم بتعملوا مقالب في بعض؟ في حكايات ما بينك انت وسعد سمير كتير؟ ما فراش ما لا كان جي بارلي دو سعد و لي مي زامي فرانشمان سي دي جان ديجا ايل مي مانك بوكو. هو يعني اما بيفتكر سعد سمير بيفتكر يعني ان هو حس قد ايه الموضوع صعب ان هو يسيب الناس اللي هو بيحبهم، و يعني كان موضوع صعب جدا بالنسبه له. يعني هو كان ليه اصدقاء سعد وشكري ومانجا هو يعني قد ايه كان بيستمتع بوقته معاهم. سعد سمير حتى يعني كان دايما هو مع بنته في فرح شكري، كان دايما بيتكلموا مع بعض. كان يوم يعني كان ما تعيطش يا دومينيك، كان ليهم ذكريات جميله مع بعض يعني في وقت التدريب في وقت اللعب. وهو يعني هو بيتمنى لسعد يعني مستقبل كويس جدا. يعني هو فعلا يعني وحشه قوي الناس، يعني الناس دي يعني وسعد خصوصا. احس ان هو عينيه ابتدت تدمع. هو سافا سي لي ميشونس تو صراحه. ايه؟ يعني هو بيقول مفيش مشكله يعني هو طيب. نطلع من سعد سمير، سعد سمير كابنا يعني كنا عايزين نضحك بسعد راح ما خلينا نزعل. مؤكد الدموع مش بسبب سعد. الدموع بسبب رجعته لمكان وذكريات. ويعني احيانا الانسان، وده اللي بنقوله، ان يتريث الانسان في اتخاذ قرار قد يعتقد انه الاصوب له، ولكن لما بياخده يفاجئ انه ما كانش ينبغي. انا متذكر جدا في انتقالات يناير وانا عند الكابتن هادي خشبه، وكنت عايز اعرقل بصراحه الاستغناء عنه في هذا التوقيت. وهو قاعد ادوني فرصه وانا الكيمياء بتاعتي مش راكبه وانا مش واخد فرصتي. وهادي انت عارف هادي يعني واخد القرار. لا هادي قوي شاري يعني ياخد القرارات الصعبه بهدوء وكده مش فارقه. اقول له هادي ده احنا راجل كامل معانا مشوار عشان البطوله الافريقيه، انت بتستغنى عنه دلوقتي عشان تدعم بيه فرق ثانيه بتنافسك؟ ما ندعم. انما انا يعني وانا قلت له انت خارج وهتروح الحته الفلانيه يعني. لا قلت له انت هتروح الحته الفلانيه. تروح الزمالك؟ راح الزمالك. بس افتكر كلامي، قد تكتشف ان واحد من قراراتك الغير موفقه فيما يخصك، لانك انت من ساعه ما جيت الاهلي وانت تتخذ قرارات غير موفقه، اهمها انك على طول سخن، على طول بتلوم الاخرين، مع انك لعيب امكاناتك تسمح لك انك تفرض كلمتك بشيء من القبول والالتزام. وانا حذروني منك في الحته دي. انت جبته من تونس بقى. انا جبته من تونس من الصفاقسي. كان انيس بجلبان رشحولي، كنت رايح اجيب لعيب تاني وما رضاش يجي يعني. راح برضه وقلت له هتروح. راح ليبيا وجه قال لي انا ابويا واخواتي بيقولوا لي لازم تروح الاهلي، لكن انا مش عارف، انا واخد قرار. العقد المادي بيبقى له طبعا تأثيره. فجبنا دومينيك وقالوا لنا كده، اذا دومينيك ده ما عرفش الاهلي يسيطر عليه مفيش حد يقدر يسيطر عليه. مدربين كبار جدا قالوا لي هذا لعيب رائع بس عايز يتعامل بنوع خاص. النهارده دومينيك لما يخرج يا استاذ ابراهيم وتجده بيتذكر الاهلي ويدمع، ده تمن بيدفع بس في وقت لا يمكن تدارك فيه الامور.